العديد من التساؤلات في عالم التجميل تشغل المهتمين به والمقبلين على تجارب فيه، ومع قرب انطلاق ملتقى الطب التجميلي تزداد هذه التساؤلات. معنا في الاستديو الدكتور فراس الجبري، استشاري جراحة التجميل. حياك الله دكتور. يا هلا وسهلا، حياك الله. والدكتورة هديل، متولي استشارة أمراض الجلد والحقن التجميلي. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا بكم، نورتونا اليوم. منور فيكم. الله يسلمك يا رب. بداية الدكتور فراس، احكي لنا عن عمليات المامي ميك اوفر، اسمع عنها كثير بس تبغى تفصلنا الموضوع. صحيح، كبداية عادة مع تكرار الحمل وتكرار الولادة تصير بعض التغيرات في جسم المرأة، أهمها أنه يضعف جدار البطن، العضلات جدار البطن يكون فيها ضعف، يكون في ترهل في جلد خاصة جلد البطن، بعد تكرار الحمل والولادة يكون في ترهل في الجلد، الصدر يتغير مع الحمل والرضاعة. فأغلب الأمهات يسألون عن أبغى أرجع زي ما كنت قبل الحمل، قبل أول ولادة. طبعا الموضوع صعب لأنهم يتوقعوا أنه سهل أنك ترجع بدون مثلا أي ندبات أو بدون كذا، فالموضوع ممكن يأخذ بعض الوقت. عملية ترميم هذه؟ لا، تجميل، ما هي ترميم، تجميل، ترميم، تجميل يعني، ما هي عملية ترميم. طيب دكتورة هديل، يمكن من المناطق اللي كمان ممكن تتأثر عند المرأة اللي هي منطقة الفك وحتى الذقن وهذه الأشياء، إيش آخر التقنيات اللي فيها وكيف ممكن نلاقي تقنية مناسبة على حسب السكن؟ قبل ما نتكلم على التقنيات اللي ممكن نستخدمها في تجميل الجزء الأسفل من الوجه، حلو أنه إحنا نفهم إيش هي المقاييس أو المعايير اللي إحنا نستهدفها لما نسوي الكشف على المراجعة لما نجينا في العيادة. دائما لازم نحط في عين الاعتبار، او الطبيب اللي قاعد يسوي الحقن التجميلي للمريضه، انه نحط المريضه في فريم او اطار على شكل مثلث في مخيلتنا، بحيث تكون قاعده المثلث في الجزء الاعلى من الوجه وزاويه المثلث تكون في الجزء الاسفل من الوجه. لما تكون هذه قد ما نقدر نحاول انه احنا نخلي النسبه والتناسب بين معطيات الوجه خلال هذا ضمن هذا الاطار. من المقاييس الثانيه اللي نحطها في عين الاعتبار هو شيء يسموه OG، انحناء OG او OG كيرف، هو عباره زي او نقوله بالعامه البروفايل. اوكي. انه يكون على شكل حرف S باللغة الإنجليزية على كل جانب من جوانب الوجه. معلش اشرحي لي أكثر دكتورة، على جانب من جوانب الوجه. أنا فهمت الآن مثلث. يعني في البروفايل. مثلث فهمتها. أيوة. يعني لما نطالع للوجه نحاول إنه عشان نحصل على الوجه يكون فيه أكثر جاذبية وشباب، بحيث نبقي المثلث بحيث إنه يكون البيز حقه والقاعدة حقته في الأعلى، والزاوية حقته بما اللي هي زي الذقن تكون هي زاوية المثلث، أو نخلي الانحناء على شكل أس بحيث إنه يكون الجانب الأس هو الأكثر بروز، هو عند منطقة الخد، وبعدين الدخول يكون في جوا الخد وهكذا. فلما نحط نسوي الكشف عن المريضة نحط هذه الأشياء الأساليب في عين الاعتبار. ليش هذا الشيء مهم؟ هذا الشيء مهم لأنه عشان نصلح منطقة من مناطق الوجه أحيانا نحتاج أن إحنا نسوي علاج في منطقة مختلفة عن المنطقة اللي تيجي فيها المريضة للعيادة تشتكي منها، سواء كان مثلا بحقن الفيلر في الخد عشان نرفع فيها الأربطة اللي موجودة في الفك وهكذا. فنخلي هذه الأشياء بعين الاعتبار ونشوف الوجه ككل عشان نحافظ على هذه المقاييس اللي تعطي شكل أصغر وأكثر شبابية. يا سلام، حلو. طب أنا عندي يعني سؤال بسيط، يمكن أجمع شوية بين تخصصاتك. أيوه. وأنتوا الاثنين دكتور فراس ودكتور عديل، بحكم أنه أنت استشارية جلد، وكمان دكتور فراس بحكم أنه أنت برضو بتعمل عمليات اللي هي خاصة في جراحة التجميل يعني بشكل عام، ممكن تخص الترهلات. دائما بنلاحظ السيدات خصوصا بعد الولادة في عمليات المامي ميك أوفر تحاول أنه هي ترجع زي ما قلت لشكلها السابق قبل لا تبدأ تولد وتحمل وتولد عفوا. فإيش في ممكن حاجة تكون جدا مهمة بالنسبة للجلد بعد الحمل والولادة؟ يعني ممكن تكون سهلة، مثلا لو سهلة أكيد هيكون من تخصصك دكتورة هديل. ولو حاجة تبغى شيء أعمق أتوقع دكتور فراس. ممكن نبدأ أول سؤال يجي دائما على السيدات اللي هو ستريتش مارك.
فهنا ممكن الدكتوره هديل تسترسل بالستريتش مارك. تفضلي. اذا احنا بنتكلم على الجسم ككل فستريتش ماركس من الاشياء اللي تعاني منها المراه الحامل بالذات في المنطقه البطن، ولكن هل ستريتش ماركس ممكن تكون مشكله كمان في منطقه الصدر ولكن ما تحصل في منطقه الوجه، المنطقه الجزء الاسفل من الوجه او منطقه الرقبه. طبعا العناية تبدأ من بداية الحمل بالترطيب وتجنب العوامل التي تزيد من التجاعيد مثل التعرض للأشعة فوق بنفسجية، سواء كان الجو صيف أو شتاء ما يفرق، لازم الواحد يحافظ دائما باستخدام الأساليب التي تمنع هذه الترهلات والتجاعيد من أن تتكون من الأساس. فواقي الشمس شيء جدا أساسي المفروض يكون من روتين أي شخص لتجنب حدوث التجاعيد. طبعا الترطيب المستمر يساعد من خفة ظهور التشققات بعد الولادة. من أحدث الدراسات اللي بينت أنه إيش الأشياء اللي ممكن تحسن من stretch marks، يا إما إذا كانت stretch marks حديثة ولونها أحمر فنستخدم نوع معين من أنواع الليزر، كل ما عالجتيها وهي أبكر كل ما كان أفضل. إذا كانت stretch marks متطورة وصار لونها أبيض زي اللي نشوفها عند معظم الناس، ما في علاج يؤدي إلى التخلص منها نهائيا. صحيح. ولكن هناك لازم يكون هذا الشيء جدا واضح، لازم هناك علاجات ممكن تحفز الكولاجين في هذه المناطق. من أحدث الدراسات اللي أثبتت جهاز سكارلت مع خلطه مع البلازما يؤدي إلى حصول على نتائج مرضية في علاج ستريتش ماركس التي تنتج سواء من الحمل أو من تغير الوزن. احنا بنتكلم إذا كانت ستريتش مارك بسيطة، لكن لو كان ستريتش مارك يعني يتخللها بعض من الترهلات، يعني هذا كمان الموضوع يضايق كثير من الأمهات صراحة. طيب هل في شيء ممكن تسويه المرأة يقلل من الترهلات؟ إيه فيه، اللي هو أول شيء دائما أنا أنصح الأمهات الرياضة. أكيد كثير من الأمهات يتأخرون في ممارسة الرياضة بعد الحمل. بعضهم خاصة اللي مسوين عمليات قيصرية يعني يقولها الدكتور لا تسوي الرياضة لمدة مثلا 3 شهور 4 شهور، تقوم هي من نفسها احتياطا توصلها 9 شهور. تقول أخاف يفتح الجرح، أخاف تصير لأي مضاعفات. فتقوم تأخر الرياضة. تأخير الرياضة يخلي ترهل البطن يكون صعب أنه يرجع يعني شكل مقارب للطبيعي قبل الحمل. هذا من ناحية المنع الترهلات أو تخفيفها، ما نقدر نمنعها 100% نقدر نخففها. طبعا في حال حدوث الترهلات والأم تبغى ترجع البطن للشكل اللي كان سابقا قبل تكرار الحمل والولادة، في هالحالة نروح لموضوع العمليات، لأن هذا جلد زائد مهما سوينا ما نقدر نتخلص منه، لازم يزال. هو جلد زائد لازم يزال بالعملية الجراحية. أنا دائما أنصح الأمهات لا تقدمين على عملية شد البطن وما زال في بالك أنك تبغى تحملي مرة ثانية، إلا إذا على الأقل عندك فترة توقف 4 إلى 5 سنوات. لأنه مو كويس أنك تسوي العملية وتتعرضين لشد البطن والندبة وبعد سنة مثلا تحملي وبتخسر كل اللي سويتي، بتضطر تعيد العملية مرة ثانية. حتى إحنا دائما نفضل يعني دائما نسأل الأمهات في العيادة نفضل أن الأم تكون تقريبا يعني قررت توقف خلفه أو قررت إنهاء الحمل تماما. وقتها نتوجه لعمليات المامي ميك أوفر اللي هي شد البطن، رفع الصدر، شد الصدر، ونتناقش مع المريضة في الخانة الملائمة. بعض المرضى يحتاجون عملية مصغرة، ندبة صغيرة جدا أسفل البطن 6 سنتيمتر تقريبا لشد أسفل البطن فقط. بعض المريضات في ترهل أسفل البطن وأعلى البطن فيكون الندبة أعرض وأكبر شوي، فتختلف من حالة إلى حالة. لكن بشكل عام في الأخير يعني العملية بتكون جدا مفيدة لشد البطن وتحسين ترهلات في الثدي. جميل. دكتور قبل شوي ذكرت أنه شد الصدر أغلب البنات يتوجهون لتكبير أو تصغير الصدر، هل هذا ممكن يأثر عليها مستقبلا وهل تنصح فيه؟ طيب بالنسبة لتصغير الصدر عادة نستخدمه لأسباب طبية. مثلا مريضة صدر كبير لدرجة أنه يؤثر على العنق، يؤثر على الكتف، عندها آلام في الرقبة وآلام في الظهر بسبب كبر حجم الصدر، فهذا لأسباب طبية وليس لأسباب تجميلية، هذا موضوع مختلف تماما. وعادة نسويه بدون يعني
بدون يعني تخوف كبير. بالنسبة لتصغير الصدر لأسباب جمالية لازم نجلس مع المريضة نفهمها بعض الأمور، مثلا ناقشها في موضوع الحمل والرضاعة. بعض البنات تتوقع أن الرضاعة تكون 100% بعد تصغير الصدر، وهذا مو بصحيح. كمية الرضاعة تقل لأننا قاعدين نشيل جزء من الغدد في الصدر. فلأسباب تجميلية طبعا لازم نناقشهم برضه في موضوع الندبات. بعض المريضات متوقعين أن ما في ندبات، عملية تصغير الصدر فيها ندبات، وأحيانا تكون واضحة حتى لو كانت بسيطة بس هي ندبة. فيها ندبة إيه، لازم تكون عارف أنها فيها ندبة. بالنسبة لتكبير الصدر موضوع ثاني، طبعا يكون جرحها أصغر، الهدف منها تجميلي بحت وليس أسباب طبية. تكون المرأة ترغب بالحصول على صدر أكبر لشكل جمالي فقط، وفيها طرق مختلفة على حسب حالة المريضة، هي تمارس الرياضة ما تمارس الرياضة. الموضوع يعني يمكن لو نتبحر في جدا كبير، فوق العضلة تحت العضلة، صحيح، بروفايل ألترا هاي بروفايل، تفاصيل بالضبط. لازم تسأل المريضة إيش تبغى، بروز ولا ما بروز، تبغى تمارس رياضة ما تبغى تمارس رياضة كثير. فزي ما ذكرتوا يعني فيها بحر واسع من جد. نعم. طيب دكتورة حليل، أنا من الناس اللي كثير أحب كده جراحة التجميل والبشرة، هذه أنا عايشك، فأنا يعني لو تسمونا مع الدكتورة هي ما بتصير، هي بتقول كده عادي جدا يعني على الهواء. يعني سمعنا كثير عن البوتوكس وعن الفيلر وهذه الأشياء، بس أبغى أسأل عن الإبر اللي تذوب الدهون أسفل الذقن. يعني أحيانا يقولوا أعمل الخيوط، أنا بأمانة ما جربت الخيوط، لكن أنت إيش تحسي إيش الأضبط والأفضل لو أحد يحتاج يسوي هذه التقنية؟ هل يقوم مثلا بشفط الدهون لو كانت موجودة، أو ممكن يلجأ للخيوط التجميلية؟ الدبل تشن أو الذقن المزدوج من أكثر الأشياء اللي تواجهنا في العيادة، ونادرا ما يكون الذقن المزدوج أو الدبل تشن يجي لوحده، يعني هو يعني المشكلة الوحيدة. تتراوح التريتمنتس أو العلاجات اللي ممكن نسويها عشان حنتكلم على إبرة تذويب الذقن، ولكن تنظري كالفك كل. إذا كانت الإنسانة كانت حامل ولدت وفقدت وزن، أو مع عمليات التكميم في سن فاتعان، في الناس اللي سنهم لسه صغير، لما يصير عندهم فقدان الوزن أحيانا من المناطق اللي يصير فيها تتأخر الدهون أو تصير عنيدة أنها تروح هي في تحت الذقن. فأول شيء نتأكد من أنه الكونتور الطبيعي للفك نقدر نحصل عليه، يا إما طبعا بالفيلر أو باستخدام الخيوط. طبعا دائما يفضل أنه إذا كان هناك ترهل تسوي أشياء فيها تحفيز الكولاجين، مثل جهاز الألثيرا أو جهاز سكارلت، لأنه هذه أشياء موجات فوق صوتية تؤدي إلى موضوعها طويل، بس أنه تؤدي إلى من خلال الحرارة الناتجة عنها إلى أنها تحفز الكولاجين، فتسوي شد للوجه. فحتى أحياء يعني معظم الأوقات لو كان الإنسان عنده الذقن المزدوج، خلط التريتمنت العلاجات مع بعض يكون أفضل. فإذا كانت تستلزم أن تسوي ألثيرا عشان تحفز الكولاجين، ومثلا بعد شهر خلال المراجعة تحسي أنه التحسن في الذقن المزدوج يحتاج أن الواحد يسوي فيه إذابة دهون، نسوي حقن إذابة الدهون إذا كان الفات أو الدهون الموجودة قليلة، ولكن إذا كان كبير نستعين بزملائنا في جراحين التجميل عشان يسووا فيزر أو يسووا لايبوسكشن. هو ده كان سؤال الثاني ليك دكتورة هديل، متى تيجي تقولي للمريضة لا أنت تحتاجي عملية جراحية ما يصلح؟ أيوة، إذا استنفذنا كل الأساليب اللي إحنا ممكن نسويها غير جلد، طبعا دائما سواء في الطب التجميلي أو في غير الطب التجميلي دائما الواحد يحاول أنه يلجأ للأساليب غير الجراحية أولا. إذا استنفذنا كل الأساليب اللي إحنا ممكن نستخدمها، سوينا كل الأشياء اللي ممكن تحفز الكولاجين من فيلر ولا حتى حقن الراديوس المخفف الحين في الرقبة لتحفيز الكولاجين، هذا من أحدث التطورات اللي صارت في مجال الحقن التجميلي. سوينا الأثيرة، سوينا الخيوط، وكان الترهل جدا شديد، أو كانت المريضة غير راضية بس هي عندها توقعات سليمة، يعني مو واحدة قاعدة تتخيل أنه عندها ترهل وهو غير موجود،
طبعا وقتها استعين بزملائي في الجراحه الجلديه يسووا لها كشفيه ويشوفوا اذا كانت مناسبه لانها تسوي شد للوجه او ميني فيس ليفت او لايبوسكشن او ما تستدعيه اللي يراه طبيب التجميل مناسب لها. جميل. طيب زي ما قالت الدكتوره هديل في موضوع الدبل تشن زي ما تفضلت الدكتوره هديل عاده نبدا بالمريض حتى احنا كجراحين تجميل لو جون المرضى من البدايه تحولهم عاده احنا نسوي بعض الاشياء وبعض الاشياء نحولها لهم هم افضل منا فيها الزملاء في الجلديه نبدا معاهم بالاشياء البسيطه هذه الفيلر جهاز الالتيرا لشد الوجه غير الجراحه يعتبر هو من الاجهزه الجديده لشد الوجه بدون جراحه يساعد زي ما قالت الدكتوره هديل على تحفيز الكولاجين ويسوي يعني في طبقة لتحت الجلد زي الحروق البسيطة جدا لا ترى بالعين المجردة تساعد في سحب الوجه أو سحب الجلد المترهل. لما نوصل لموضوع الجراحة استنفذنا كل الطرق الغير جراحية عندنا مشكلتين الدهن زائد أو دهن زائد مع جلد زائد. صحيح. إذا كان مجرد دهن زائد هذه المريضة تكون مهيئة أن نستخدم معها الفيزر اللي هو شفط الدهون فقط. بجهاز الفيزر اللي يسوي نفس الفكرة تقريبا كل الأجهزة الطبية تعمل على نفس المبدأ اللي هو يعمل حرارة بسيطة تحت طبقة الخارجية للجلد تقوم تشد الجلد شوي فيحسن لي من الدبل تشين أو تكوم الدهون تحت منطقة الفك. العملية شفط الدهون من الدقن أو اللي يسمونها اللغلوغ إذا كنت سمعت فيها كل واحد فهذه نكون فيها نستخدم فيها جهاز الفيزر. العملية تقريبا بتخدير موضعي مدتها نص ساعة ضروري المريضة تلبس المشد بعد العملية فترة أي لمدة أسبوعين على الأقل عشان تحافظ على مشد المنطقة هذه أي هو مشد مخصص للرقبة ويطلع زي الحجاب كذا على الرأس عشان يشد الجلد يثبته بالرقبة أسبوع إلى أسبوعين تقريبا. المشكلة وين لو كان عندنا ترهل شديد في الجلد اللي وقتها حتى بجهاز الفيزر يعني أوكي شفطنا الدهون بس صارت المشكلة أسوأ لو ما عالجت موضوع الجلد لأن صار عند الجلد زي الورقة الفاضية ما فيها شيء فقاعد مترهل كذا. هذول النوعية من المرضى لابد للأسف أننا نلجأ إلى استئصال الجلد الجراحي بندبة. فهنا نوصل لموضوع الندبة غالبا تكون في المنطقة هنا مخفية ولا ورا. إذا كان المشكلة مينلي في الوجه والرقبة العليا نستخدم جراحة الفيس ليفت أو ندبة السكار الفيس ليفت. بس إذا كانت المشكلة فقط هنا ممكن نسوي ندبة جدا صغيرة في المنطقة هذه مخفية بين الرقبة وهذه والحيث نقدر نشد الرقبة كاملة للأسفل لأن لو استخدمنا الجرح اللي هو في على الوجه ما راح يغطي للمنطقة اللي تحت الرقبة بشكل كامل. طيب دكتور أنت تتكلم عن عملية جراحية في أسفل الرقبة هل ممكن الفيلر أو الخيوط ممكن أنها تعالج المنطقة هذه بدون جراحة؟ الفيلر للدبل تشن دكتوره هديل ما ينفع تعالج الدبل تشن بالفيلر صحيح. تقدر تعالج الدبل تشن ايذر زي ما تفضل دكتور فراس جراحيا وكيف شرح هذا الموضوع او بالابر بغض النظر عن اسمها التجاري هي ماده واحده حمض الديوكسيكوليك او يسموه الديوكسيكوليك اسيد. حمض الديوكسيكوليك اسيد هو اجراء جدا امن ياخذ تقريبا من 5 إلى 10 دقائق في العيادة ما يحتاج أنك تكرريه إلا لو كانت الحاجة يعني بعد المراجعة نشوف المريضة بعدها بثمانية أسابيع إذا احتاجت نقدر نقرر بعد هذه الفترة ولكن ليس مو قبل عادة من جلسة واحدة كثير من المرضى يتحسنوا ومرة يكون النتائج مرضية بإجراء جدا بسيط. طيب هذا ايش الاسم المتداول؟ احنا نبغى نعرف الاسم المتداول للحمض دكتوره هديل. من الاسامي اللي معروفه عالميا على حمض الديوكسيكوليك اسيد هو كايبلا ولكن في شركات اخرى كثير زي دحين البوتوكس متداول بين كثير من الناس انه هو التوكسين او الشيء اللي نحقنه ولكن بوتوكس اسم شركه في بدائل كثيره كويسه الحين تم اكتشافها زي الزيومن والديسبورت فهو هو اسم ولكن المادة الأساسية واحدة. نعم جميل. دكتورة هدير متولي والدكتور فراس الجبرين مختصين في عالم التجميل شكرا لتواجدكم معنا. نشكركم على الاستضافة. يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل وراجعين.